حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي موجود بشاشة الرافدين حتى نسمع بآرائكم وأصواتكم، وأي شخص وأي مواطن يحب يتصل بينا أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة، الرقم اللي تشوفوا حاليا هنا هو الرقم المخصص إلى داخل العراق، أيضا عندنا ثلاث أرقام ثانية مخصصة إلى داخل العراق وخارج العراق، وإضافة إلى ذلك عندنا رقم رابع مخصص لبرنامج الواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل بينا عند هذا الرقم يرسلنا رسالة عليه إن شاء الله توصلنا، وأعتذر شديد الاعتذار هذا الرقم غير مخصص للاتصال، ما أقدر أستقبل على أي اتصال وما أقدر أسمع أي رسالة صوتية ترسلوها على هذا الرقم فلا حد يعتب علينا. مشاهدينا الكرام، العراق مثل ما قلنا بالحلقات الماضية مو بس جهة واحدة بها فساد، يعني كل مناحي الحياة بالعراق اليوم بها فساد، كل شيء يصير بالعراق اليوم هو بفساد، من أصغر دائرة إلى أكبر دائرة، من أصغر معاملة المواطن العراقي يحتاجها إلى أكبر معاملة، بالسيطرات بالدوائر بالمراكز بكل مكان حاليا هو فساد في فساد في فساد. وقضية العراق اليوم هي مو بس أنه عنده معتقلين، المعتقلين ليش صاروا بالسجون؟ لأن أكو فساد. المغيبين ليش غيبوا؟ لأن أكو فساد، أكو من يستتر عليهم. قضايا وهموم الناس ليش انتهت؟ لأن أكو فساد. كهرباء ليش ماكو رغم انه اكو فلوس ومخصصات ومليارات وعقود وصفقات؟ لان اكو فساد. المي بالعراق ليش غير صالح للاستخدام البشري واكو بيه تلوث ودا يوصل الى بعض المناطق انه بيه حشرات، وبعضها مثل ما شفنا بالفيديوهات تشعل بيه نار يشتعل واكو يوصلهم مي خابط؟ لان اكو فساد. فاذا مشكله العراق اليوم هي مو بس خدمات او مو بس قضية معينة على مود نقول العراق يعاني مثلا من البطالة أو العراق يعاني من تفشي الرشاوي، المشكلة اليوم أكو فساد في كل شيء، فلهذا السبب عندنا مشكلة. واحدة من مناحي الفساد اللي تصير بالعراق اليوم هي المنافذ الحدودية. ما شاء الله اللجنة القانونية النيابية العضو بها حسن العقابي يقول هي المنافذ الحدودية تجيب للعراق 15 مليار، مليارين طب للخزينة و13 مليار انجرت بالجيب، بس وين راحت؟ المن اليا جيب اليا فاسد اليا حوت من حيتان الفساد بالعراق اليا حزب اليا مليشيا الله أعلم، بس أكو 13 مليار دولار ما موجودات، هاي بس من المنافذ الحدودية. هل 13 مليار دولار شو تسوي للعراق؟ بلاوي، كان وفرت هواية أشياء، كان العراق بها بنا برجها خليفة مو واحد، وفر وظائف للناس وتزيد 3 مليارات. أم مريم حياك الله يا أم مريم. السلام عليكم. هلا بيك أم مريم من الفلوجة، حياك الله أختي. شلونك أستاذ؟ هلا بيك. أستاذ رأفت شلونك؟ ألف الحمد لله. أستاذ رأفت بالنسبة للسجناء، نعم، يعني اليوم يعني كارثة عظمى، يعني للسجناء اليوم سجن الرصافة وسجن الرصافة الرابعة كل اللي تهيئني يعني كل تشيل وذب بالحاوية، حتى ما يذبوهم بعلاقة يذبوهم ويذبوهم بالحاوية. سجن الناصرية، سجن المطار، يعني ما يلحقون عليهم، شلون الدجاج يذبون بهم ويذبونهم؟ يعني الله ما يقبلها ضمير. وين الحلبوسي؟ وين البرهم صالح الكاظمي؟ يعني ذولا شنو شنو ليش لابوا رب العالمين؟ هم حكموهم كلهم يعني ابرياء، ترى ابرياء هم، لا ترى داعش موجود هنا، هم دواعش، الحكومه هي دواعش، يشتون على الدواعش، هي دواعش الحكومه. يعني ما نشوف العالم هاي تتفطس بالسجناء، الابن ينتظر ابوه والزوجه تنتظر زوجها والام تنتظر امها ابنها، يعني ما صار هذا التاريخ، يعني كلها عايبون على صدام حسين. صدام حسين يعني ما سوى هاي، كان يمسك ابيض السجون صدام حسين، ما ظلم واحد الحال، بس هم ظلموا. وكالقضاة، القضاة يا يعني بيت يشوفون رب العالمين، بيت يلاقون رب العالمين، القضاة حكمت باطل، القاضي يحكم باطل، ما يحكم على اوراق يبصمهم ويحكمون كذب، حتى مرات ما يجيبونه يحطون غيره ويحكمون. ما صايره هاي لا اسلام ولا تاريخ، يعني مسجل هاي ماكو هاي، يعني اليوم فاضيه، يعني فاضيه عظمى اليوم، يعني المفروض هسه كلها جوامع تكبر. وذول الشيوخ قالوا حكوا شيوخ، وقالوا الشيوخ حتى شيوخنا ايرانيين، حتى شيوخنا ايرانيين. استاذ يعني من منبركم هذا توصلون قناه الرافدين، نشكركم على هالقناه هاي الحلوه،
يعني توصلون صوتنا تشوفون يعني هاي دا يوصل صوتكم ام مريم الرياض. يعني العالم كله دا يسمع مو بس احنا دا نسمع. استاذ هم هاي حكومتنا نايمه يعني عايزون على نايم حكومتنا نايمه نايمه يعني لا يعني احنا نشوفون هاي العالم كذا بهاي المظاهرات يعني هم مو بس الشيعه يعني عايزون على الشيعه شيء احسن من عندهم. الشيعه والسنه هم كلهم اخوان يعني لا شيعه خلصان منهم ولا سني خلصان منهم. هاي حكومه ايرانيه حكومه ايرانيه انا طالب يعني اريد بس نقرحهم يعني من الحكومه ما نريدهم. نعم ما نريدهم من الحكومه. احنا ويا احنا ويا المظاهرين احنا امبارح نطلع كلنا مظاهرات. نعم يعني مو بس الشيعه تطلع احنا هذول اخواننا هم نطلع وياهم. يعني اذا يسوون هيك الذلنا هم نطلع يعني بيوتنا فلشوها يعني رواتب هاي يعني ما حتى رواتب للمعتقلين ماكو يعني يعني عايشين وين يعني من يقول لك على الرمادي يطلع لك الحلبوس يقول لك الرمادي والرمادي والرمادي كذا. وهم جناسي وش اسمه وجهال واحسن لبس واحنا واحنا قاعدين نظلم وياهم. قولوا يا عالم اطلعوا اطلعوا من العراق خلوا العراق بس لهم. فنصير ايرانيين نصير امريكيين امريكا احسن منهم حكمت ماكو مثل هذا الحكم القاسي ما شايفان. والله اكبر عليهم والله اكبر الله اكبر 100 مره عليهم. نعم 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 شكرا شكرا لك ام مريم. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. أبقاك الله سعد مساء الخير. مساء الأنوار أخوي العزيز. الله يسعدك تحية لك وتحية للغناء والكادر الطيب. حياك الله. تحية للشعب العراقي. بالنسبة للسادة بالنسبة للفساد بالعراق. نعم. هو الحاكم بالعراق ليس الكاظمي ولا إبراهام صالح ولا الحلبوس هو معروف من حاكم العراق ولا الله يسلمك ولا ينتهي الا بثوره. لكن احنا عسبنا على الشعب لحد اليوم نسمع مظاهرات يقولوا لي طيب لوي الياسري واسعد العيدان القضيه ليس قضيه اسعد العيداني ولا هذه الحثالات. لابد استاذ من ثوره اسقاط النظام برمته الرئاسات الثلاثه بالاساس والدستور معاها. اذا لم يسقط الثلاث فاي حل دونه هو حل ناقص ولا يلب مطلب الشعب العراقي. الشعب العراقي لا يلب الا باسقاط العمليه ما يسمى بالعمليه السياسيه التخريبيه التي دمرت العراق. وهذا وان شاء الله الشعب العراقي نحن ننتظر وقلوبنا مع الشعب العراقي في 30 ان شاء الله وان شاء الله هي مليونيه الخلاص من هذا النظام القبيح. وتحيه لك. حياك الله اخوي العزيز. ابو زكريا من كركوك حياك الله. الله الله يحفظك يا اسد ابن الاسد. حفظك ربي يا رب. اسميك ابني اسد. نعم. وطلعت علينا حصان امريكان وايران وغيره. العراقيين كانوا عايشين على عصر التومينيه وما محتاجين العراق. هسه هذول السياسيين هذول الخرد العراقيين جونا من خارج هذول كانوا خدام الامريكان. كتلوا العراقيين من وليد للوليد. لا حصه تومينيه لا رواتب حتى رواتب قطعوها. ابن عزيز ليش اسد يا ابن الاسد الله يخليك خليني شويه بالخط. نعم. 15 سنه احنا حصار فوق مليون ونص انطينا ضحايا مال اطفال ما اطفال ماكو دول اطفال. يعني دول السياسيين الجوي على الديمقراطية على يا ديمقراطية خراب العراق تاريخ العراق تخلوا بالعراق 13 سنة تخلوا بالعراق يا ابني أسد تخلوا بالعراق ولا لا خلوا بنا الدحتية لا خلوا يعني أهل السنة كل ذبحوهم والنوم رجعوا على أهل الشيعة ذبحوهم. نعرف الله عليه الحكومة يا ابني أسد ابني اسد اجيك لا تقطع صوتي دائما انا خبرك ومالي رجال مريض انا رجال مريض. الصحة والعافية يا رب. والله من والله العظيم من مستقبلوني شوي يصير بي حالة الموت. واشكرك يا ابني. طولة العمر ان شاء الله يا رب ويعطاك الصحة والعافية يا رب. شكرا جزيلا لك ابو زكريا. اخواننا يعني انا لما اقول انه الفساد المشكلة بالعراق هي بالإضافة هي واحدة من مناحي الفساد أو واحدة من نتائج الفساد أنه وجود الشخص الغير مناسب بالمكان المناسب. يعني أنت لما تحط وزير عدل حتى لو هو عنده شهادة قانون بس هو مو عادل وهو مو كفو
وهو مو انسان يعني يستحق ان يكون وزير بمعنى الكلمه، ما راح يسوي شيء للناس. لما تحط وزير كهرباء حتى لو كان الاول على قسمه في قسم الهندسه الكهربائيه لما كان طالب بالجامعه، بس هو ما عنده جزء من اداره الازمه واداره الامر، ما راح يقدر يعيش الناس. من تحط وزير تجاره ايضا نفس الشيء. الحصه التموينيه هي من اشغال وزاره التجاره العراقيه من 2003 الى اليوم. شنو اللي سوته وزاره التجاره العراقيه حتى تقدم للناس حصتهم التموينيه وهي حقهم مو منا من الحكومه العراقيه؟ واذا نقارن محمد مهدي صالح والميزانيه اللي كانت بذاك الوقت ويا الميزانيات اللي موجوده هسه، راح نشوف الفرق. عند اتصال ابو عمار من العاصمه، حياك الله. هلا بيك وحياك ابو عمار. تسمعني؟ اي اسمعك. نعم تفضل عمي ابو عمار. نعم تفضل انت على الهواء ابو عمار. السلام عليكم. عليكم السلام اخوي العزيز، تفضل. الله يبارك فيك. كل سنه. احنا بالنسبه احنا ما عندنا حكومه. نعم. ما عندنا حكومه، هذه هيك قاضينها بالوعود على الناس، رفعت الجلسه واجلت الجلسه، والمواطن العراقي رايح يعني ميت. واحنا نقول لي نقول لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم. ونقول لهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذفت في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. وإن شاء الله يعني من تصميم هذه ثورة تشرين إن شاء الله منتصرة. بس احنا نريد إذا عندنا جيش يعني يحس بالمسؤولية تعب هذا الشعب العراقي، أن ينهض ويا هذه الثورة تشرين. نعم نعم. إذا عندنا جيش مثلا يحس بالمسؤولية ويشوف الشعب العراقي يساند هذه الثورة، ثورة تشرين. والله ينصر ان شاء الله المجاهدين ويخذل هذه الطغمة الظالمة. نعم نعم. والميليشيات الإيرانية، إيران لها مطامع بالعراق يا أخي، عبالة مثل الأحواز تسيطر عليها. إن شاء الله مدام الله يحيد أمدهم. نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو عمار من الكويت. سعد حياك الله. يا سعد حياك الله يا استاذي والدوم. اولا يجب محاسبه من اعتدى على الاعلاميين، محاسبه من اعتدى على الاعلاميين سابقا. وكذلك يا استاذي احنا نريد عداله وانصاف في جميع القضايا، وكذلك حسب ما ذكرت الرشوه والتزوير، وكذلك الاتاوات وغسيل الاموال، وكذلك المسكرات. هذه جريمة يعاقب عليها الدستور يا أستاذي. كذلك المجتمع يريد يعني حلول على السريع، وكذلك المليارات أيضا تبني العراق وإعمار العراق. وعلى البرلمان والسستاني كفتوى أن يعلن أن هذا حرام، لا يجوز هدم المساجد والبساتين والمحاصيل الزراعية يا أستاذي.
وكذلك أيضا المساجد سابقا حسب ما ذكرت أنا وأعرف يعني. أيضا يا أستاذي هذه تعتبر جريمة في حق القانون والدستور وجريمة النكراه. تحياتي لكل البرنامج وللقناة. حياك 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 أخ سعد. بالنسبة إلى الإعلاميين يعني الإعلام والصحافة بالعالم تسمى السلطة الرابعة، السلطة الرابعة بعد السلطة التشريعية والتنفيذية وسلطة القانون، لأنه الإعلام يعني الإعلام مؤثر والصحافة مؤثرة في حياة الناس، وأيضا يستطيع الإعلامي في الدول المحترمة، الدول اللي تحترم نفسها، يدخل إلى أي مكان ويتطقس عن أي شيء ويسأل عن أي شيء، لأنه هذا من صلب عمله. إلا في العراق والدول اللي ما تحترم نفسها مثل العراق، الإعلام اليوم مضطهد في العراق لأنه ما يقدر ينشر تقرير خوفا من إثارة مشاعر واحد من السياسيين لأنه بايك. هاي مشكلة من مشاكل العراق، مو بس الإعلام، العراق اليوم بكم هائل من المشاكل. السلطة التشريعية اللي موجودة بالعراق هي عبارة عن سلطة، هم عبارة عن أناس يرشحون بالانتخابات، يوزعون فلوس ويوزعون بطانيات ودجاج ومن هالسوالف حتى يكسبون أصوات الناس، ومن يطب للبرلمان ما حد يشوفه. هذا الشيء كله بس على مود يقعد لأربع سنين، وإذا جدد يقعد لثمان سنين ويأخذ له راتب تقاعدي كذا مليون دينار حتى يقعد مرتاح ببيته ويأخذ ولده وجهاله ويسافر إلى أوروبا ويسافر إلى دول العالم وما يرجع بعد للعراق. دول البرلمانيين وما يسمون نفسهم بسلطة تشريعية، لو كانوا شرعيين أو يؤمنون بالسلطة التشريعية ويؤمنون بالشعب اللي صعدهم، لو كانت الانتخابات صحيحة وهي مزورة، كان دافع عن حقوق الناس، كان دافع عن المعتقلين، كان دافع عن النازحين، كان دافع عن مي الشرب اللي هو حق من أساسيات الحقوق للمواطن، أساسيات العيش الكريم هي المي والكهرباء والأمان والأمن وبيت يسكن به ووظيفة، كان وفروا لهم ذني الأشياء الستة والغذاء صارن سبعة، وفروا لهم ذني الأشياء السبعة حتى يقدر يطور نفس الشعب. عبد الخالق من البصرة حياك الله. ألو مساء أخوي. مساك الله بالنور، هذا بيك أخوي. شلون أخوي صحتك؟ ألف الحمد لله تفضل. والله الواقع بالبصرة كلش تعبان. نعم. من الكهرباء من الماء من العيشة يعني تعبان كلش حيل تعبان. والله. نعم. أي والله وهسه يعني ما تقول. ايش العود ربنا يعني بالاي المظاهرات هاي ما قادت يعني ما قادت مظاهرات ما قادت شرح وياها ما ادري نعم يعني والله يعني ايران حكمتنا احنا ايران حكمتنا يعني ما اصل الكاظمي ما 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 يسوي شيء العبادي ما سوى شيء اسمه دافع عبد المهدي ما سوى شيء المالكي يعني هجر للموصي أجل الرمادي أهل الفلوجة شناس طيبين يعني راح خذهم عدمهم بالسجون ترسم بالسجون يعني شلعوا قلبنا والله العظيم شلعوا من 2003 إلى حد الآن ما شفنا من راحة من عندهم أي والله نعم يعني شراح نسوي لا مظاهرات تفيد اليوم لا سلاح خطيري محافظات طلعوا من 2011-2012 يعني قمعوهم وشلعوا قلبهم والمالك دخل على الكاعش ويسحبوا يعني جيش ايش هذا اربع فرق يعني 300 داعشي يعني شردهم وين كنا ما تقولي وين كنا بايام التسعينات بايام الثمانينات يعني ما يعني صدام حسين من 2003 طاح صدام حسين ما شفنا راح نعدهم العظيم عينات يعني حصار علينا وما يعني العيشة حلوة وتروح وتجي وهذا هسه كل شيء ماكو لا طريق لا مستشفى لا أصل لا مدرسة شنو بنوا شنو سووا كل شيء ما سووا هذا طريق صناعية ثاني طريق صناعية كل حفار باش لكم المقطع ماله باش أصور لكم المقطع كل حفار من دون إخوانة ما نصنع للزيتون تقريبا هذا المسافه تقريبا كيلوين 3 كيلوات كله قصات وما يمشي نعم وشارع رئيسي هذا شارع رئيسي هذا مال فاو
نعم. وش راح نسوي ما ادري، وش راح نسوي ما ادري. المقطوع الكهرباء، المقطوع جاي حاسيب، مقطوع الكهرباء جاي اخاف يعني، ما الكهرباء تجي لها ساعتين وتطفي اربع ساعات، الماء ما ماكو ماء. اي والله. نعم نعم. شكرا 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 لك اخ عبد الخالق. ام عبد الله من العاصمه بغداد، حياك الله. حيا من قاعد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه والاكرام. تحيه لحضرتك والى قناتكم الشريفه. حياك الله. في العراق الشريف. استاذ احنا ترى العراق في وضع خطير جدا. ليش؟ لان احنا على قمه بركان سينفجر في العراق. نعم. اذا ما تتلاحق الحكومه لوضع حد لكل هاي التصرفات اللي تصير ضد العراق وكل اعداء العراق، هسه متحضرين الى انه اشعال حرب الفتنه والقضاء على المتظاهرين والقضاء بعد ما قضوا على السنه، هسه بقوا المتظاهرين والسيطره عليها، لانه هسه احنا عندنا كتلتين ضد العراق، هي كتلة الأحزاب اللي موجودة في إيران اجتمعات وبرئاسة نور المالكي أنه يتحضرون مع أنه حتى الحشد في العراق قاموا بعملية التحضير للسيطرة على الدخول عن طريق الأراضي العراقية والسيطرة على المحافظات الجنوبية والقضاء على الثورة. هاي أولا. ثانيا السيد الكاظمي اليوم أصدر قرارات، يعني هي قرارات ترقيعية أصلا ما تفيد الشعب العراقي، إنه تعيين فلان تعيين هذا ما أدري إيش، إن طايف هي مسؤولة الموازنة صار لها 17 سنة هي سوت زين، ليش ما يعني عارضت الموازنة اللي في زمن نور المالكي، وحتى أصلا ما أصدر موازنة في زمن نور المالكي، لأن كل أموال العراق راحت إيران. اليوم مصدر قرارات هي هذه منتخبة من قبل بريمر تكون بعملية إنه ترقيع للطلاب والمتعينين وما أدري إيش، وبالنسبة للمؤجرين للسنوات 19 و20 امتحاناتهم في كذا، هاي كلها ما تفيد. ليش؟ لأنه أول شيء إذا مو الأمن والأمان في العراق ترى ما يحصل أي نوع من الإصلاح في داخل العراق. أول ثانيا أستاذ، عندنا الجوع، عندنا الأطالة، عندنا الموارد المالية القليلة اللي إنه أكو ناس ما تتم الجوع لأن ما عندها ألف دينار، فهذا شلون أنا راح أقوم بعملية إنه ترتيب دولة؟ بس إحنا يعني هو ملكي الكاظمي بتعيين الوزراء وإنه كمل الكابينة الوزارية وكلهم بالوكالة، يعني هذا أهم من الشعب العراقي. طلب من الشركات الاجنبيه بالاتحاد الدولي انه يقومون بعمليات الاستثمار، زين ليش انا ما عندي شباب، ما عندي ناس قادرين على انه تسيير امور البلد، ليش احنا كعراقيين دائما تحت سيطره الاجنبي ونجيب الشركات الاجنبيه وندخلها الى العراق، لو ايراني، لو افغاني، لو تايلندي، ما ادري ايش، ليش احنا العراقيين وين صرنا؟ الطلاب اللي درسوا وتعبوا على نفسهم بالشوارع يريدون يعني يريدون انه يعملون للبلد، يعني احنا يعني مثلا احنا كافحنا بقى هذا الجيل اللي هسه احنا اللي بنشوفه بالملايين، يعني هذا وين؟ بعدين اصلا حتى نقطه من النقاط اللي قررها الكاظمي اليوم حتى انه ما جاب سيره المعتقلين ولا المغيبين ولا انه هذول شلون راح نحل مشكلتهم، يعني راح يبقى الشعب العراقي متدمر، الام تبكي والاخ يبكي والزوجه تبكي والاطفال يبكون يردون يعني ابنائهم المغيبين، وين صاروا؟ زين كل هذا يعني الى متى هذا الوضع اللي احنا بنمشي فيه؟ هذا ترى الاجراءات اللي بيقوم بها الكاظمي اذا ما اولا الامن والامان واعطاء الشعب العراقي ماده ياكل، يعني يلا نقدر انه يدي بعمليات الاصلاح، والا ترى ماكو اصلاح، راح ينفجر الوضع في العراق، ترى راح يصير مذبحه لا سمح الله، راح يقتلون كل واحد وطني وثائر في العراق، فيا العراقيين انتبهوا لهذه النقطه وكونوا يد واحده
ضد اعداء العراق وتحياتي لك. شكرا شكرا لك ام عبد الله. كان مفترض ام حافظ تدخل ويانا لكن قطع الاتصال وياها، اتمنى ترجع لنا. حاليا ام شهاب من بغداد ويانا، حياك الله. الله يحييك، هينت حيا ودوم، السلام عليكم. حيا من قال؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظكم عيني ونشكركم على هذا البرنامج اللي وصل صوت المظلومين. لا شكر على واجب امي. الله يرضى عنكم. والله يا عيني احنا ما ادري منين نبدي وما ادري منين، ما اعرف يعني شو نتكلم. نعم. شو نتكلم؟ نتكلم على ولدنا المغيبين، نتكلم على اولادنا بالمحتقلات، نتكلم على اولادنا الشهداء، نتكلم على الايتام اللي عندنا، ما نعرف شو نتكلم. نعم. نتكلم على ابقى بالبيت، ابقى بالبيت وكل حجار، ماكو اهتمام، يعني ماكو يعني ما ادري. ابقى بالبيت وحال الضيم حالنا، رواتب ماكو، تقاعد ماكو، يعني ما نعرف بيت ندري، يعني ما ندري، يعني مصطفى الكاظمي ما يشوف، ما يسمع اصوات الامهات، ما يسمع يعني ما يشوف حال الايتام الباقيه، يعني ما اعرف بيت يشوف، خلي يروح يشوف حال المحتقلين. اولادنا الله وكيلك لا ماكلين ولا ساربين، تهم باطله والمحكوم مؤبد واللي محكوم اعدام. والله عندي هنا اولاد حمايه والله العظيم من 14 سنه محكومين 60 سنه، يعني الله اكبر، خلي ينصفون بحالنا، يعني خلي يشوف ناس متنعمه وناس بالظيم ليش؟ يعني شنو هو مو مسلم؟ وين الاكلام؟ بشنو حايرين؟ حايرين بنفسهم وبس؟ منعمين انفسهم واولادهم؟ خلي يشوفونا، خلي ينصفون بحالنا. ابقى بالبيت، لا يعني لا يوفرون يعني للعوائل لا رواتب لا يعني حصه، الحصه التموينيه ماكو، ليش يعني ليش؟ شو يريدون يعني يموتونا موت البطيء مباشر عقبه امام الله؟ شو يقولون الرب العالمين؟ يعني الله اكبر، عاد خلي يطلعون ينصون عفو عام لاولادنا، تطلع تروح تجدينا تشتغلنا بشت عمالي، ما يخافون الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسلمينهم بيد الله ان شاء الله. خلي يشوفنا الكاظمي، خلي يشوفنا محمد الحلبوسي، ما ادري شو اسمه، الاخ يعني الكربولي، خلي يروحون يشوفون اولادنا. والله يا يماني هاي 5 أشهر ما شايفه ابني، ومره اني سقط، والله سقط وعندي كومه ايتام بالقران اللي نزل على صدر محمد. ليش هيك؟ ليش؟ واربعه شهداء، ليش يعني ليش؟ ما نعرف ابننا هسه مات. والله والله حبيب قلبي عيني انت يمه، ذاك اليوم جانا تقول دزينا هدوم ودزينا فلوس وراحان، شفت ماما صنعت عيني، ما نعرف ابننا وين، ما تحتية اكل شرب، ما نعرف. خلي يروح يشوف السجناء، خلي يروح يشوف حال السجناء، يشوف اولاده، يشوف اخوه، خلي يخافون الله شويه بينا. ليش هيك خطيه؟ احنا كل النهار يعني نحسب يم الله، ترى ليش هيك يا يمه؟ وصلوا صوتنا الله يرضى عنكم. نعم. ليش هيك؟ مو حرام عليهم؟ بتحرم بالنقص؟ بتحرم ويقولوا يمشون؟ مو الله ما يقبلها عليهم؟ الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. ليش هيك اولادنا بالظلم؟ ليش؟ ان شاء الله بيهم يا ربي. وابقى بالبيت وموتين العالم من الجوع. واني اشكرك عيني فدوى لقلبك يمه. لا شكر على واجب امي العزيزه، شكرا شكرا جزيلا لك. المشكله يا امي العزيزه انه مو بس السجناء هم مظلومين، الشعب العراقي من شماله الى جنوبه مظلوم. الشعب العراقي اللي احنا هسه بالقرن ال21 العالم دا يتطور والعالم دا يعيش مرتاح. الشعب العراقي لا شوارع ولا المجاري اللي موجوده بالعراق مجاري، ولا النظام الصحي والقطاع الصحي المواطن يقدر يوثق به، ولا يقدر يروح الصيدليه قبل يعني، او كل دول العالم مو قبل، هسه اي دوله بالعالم حاطه هيئه رقابه، الصيدليات من تبيع الباراسيتامول تبيعه بسعر معين، ممنوع صيدليه تغلي السعر لانه هذا الشيء مفروض من الدوله حتى المواطن يقدر يشتريه. بينما هسه المواطن العراقي من يتمرض عنده مريض ويريد يروح يشتري دواء لازم يفتر صيدليات بغداد كلها دي يدور الصيدليه الارخص دي يشتري من عندها الباراسيتامول، او دي يشتري من عندها البانادول، او دي يشتري من عندها الانتيبايرال. هسه المشكله انه المواطن العراقي لما يروح الطبيب ما يعرف الكشفيه سعرها شقد. اذا كانت الكشفيه محدده في السابق وكان العلاج مجاني، هسه يطب المستشفى ما يعرف كشفيه الطبيب شقد وما يعرف لازم شقد يطلع حتى يقدر يشوف المريض. اضافه الى انه اصلا المستشفيات ما عندها
معدات طبية وما بها أدوية وما بها كوادر طبية موجودة بالداخل، وإضافة إلى أنه الطبيب قام يخاف نتيجة بعض التصرفات الطائشة والغير مسؤولة من الميليشيات. حسن من بابل وياي، حياك الله يا حسن. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ عليكم السلام والرحمة والإكرام. رحم الله والديك وأشكرك. قبل والديك الرحمة. اتصالات مدرسانة فوق السنة. نعم. وأريدك أسلط الضوء على ناحية جبلة. ناحية جبلة، شبيها؟ ناحية جبلة الميليشيات ما خلت بيها. ما نعم. خلت سني على وجه الأرض. شي بالسجن وشي مفقودة وشي مكتولة وشي مهجرة، زين يعني حالة يرثى لها. نعم. وكلها خلى شوف هسه المظاهرات كلها تطلع، أنا متأكد العراق كله يطلع وجبلة ما تطلع، لأنها يعني شو شرد أقول لك، إيرانية قوم جزء قليل أقول لك هيك، زين بكت بحلقات الجاية أكثر في سلطون الضوء، لأنها تتابع من زمان، هو ما حد يتصل عليك من الجبلة، قليل ذاك من ذاك. نعم. واللي يعرفونه يضيعونه، واللي طالب بحقه يروح، واللي سأل على سجين يروح بعد ما يجي. نعم. وناس محجرة وناس مفلشة بيوتها وأشكال وأدب زمان. أنا اللي أحكي لك عاطل عن العمل وتهجرت وقصوا راسي على مود رحت رابعة يجي لي ما لك اسم. هو عاطل كله 120,000. نعم. زين يعني شفت شيء اكو رجا يعني نتامل من هالمظاهرات، بس انت اسالك بالله يعني اكو رجا نتامل احنا اكو رجا من هالمظاهرات؟ نعم والله ما ادري. اخ حسن اخوي العزيز. شكرا لك اخ حسن، يعني بس خلوا أملنا بالله كبير، هاي رقم واحد. هذه مو أول نكسة العراقيين تكسبيها. أي نعم هي أول نكسة من أناس يقولون إحنا عراقيين، أنا أحكي عن السياسيين هسه ما أحكي عن الشعب. أي نعم هاي أول نكسة تصير من 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 ناس يحكموه وهم اللي نكسوا العراق. العراق انتكس كثيرا على إيد المغول، على إيد الفرس، على هواية موجات جت على العراق وانتكس وتعب، لكن رجع احتيه من جديد ووقف على رجله. احنا هاي مؤمنين بها ومؤمنين انه الشباب العراقي اذا فشل البارحه ما يفشل اليوم، واذا فشل اليوم ينجح باكر. هاي همنا مؤمنين بها، والشعب العراقي خلاق ودائما بي اللي بيه الخير واللي بيه المنفعه للناس. لكن احنا نحكي هسه انه ذولا موجودين، يطلع لنا سياسي ويقول يعني أحمد الصفار أبو اللجنة المالية النيابية لما يقول 90% من إيرادات المنافذ الحدودية تروح لجيوب الميليشيات والأحزاب. بس السؤال اللي ينطرح هنا، أنت برلماني، أنت عندك سلطة، أنت عندك حصانة، أنت قاعد بنص السياسيين، لما تعرف هذا الشيء وتجي تقول لنا يا أنا شو استفاد أنا وغيري؟ هسه المواطن العراقي لما يسمع هذا الخبر ويقول أحمد الصفار مقرر اللجنة المالية النيابية قال أنه 10 إلى 20% من إيرادات المنافذ الحدودية تروح لخزينة الدولة والباقي يروح لجيوب الميليشيات والأحزاب، المواطن راح يجي يقول له أوكي وقلت لي هذا الخبر و90% من الأموال الإيرادات المنافذ الحدودية بدها تروح لجيوب السياسيين والأحزاب والميليشيات، زي أنا شو استفاد وأنت شو سويت لي؟ ما أنت قاعد بالبرلمان وأنت عندك حصانة وأنت اللي تقدر تقرر هذا الشيء وتقدر تلغي وتقدر تسوي شيء، زين ليش ما تشتغلون؟ معناها أنتوا راضين، معناها أنتوا قابلين، معناها أنتوا تردون هذا الوضع يصير هيك. أم أحمد من بغداد ويا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك أستاذ أفل وأحيي قناة الرافدين الوطنية الأصيلة. حيا من قال، حياك الله أختي عزيزة، تفضلي. هو من تتابع البرنامج هو نفس هذا التساؤل اللي انت حضرتك كسد الطرحة. نعم. هو دائما احنا ايضا نطرحه على نفسنا ونتحدث مين ما بيننا. نعم. وصلنا النتيجة ان هم المسؤولين من دا يصرحون هاي هم سياسة سيناريو يمشون عليه. نعم. انه احنا يعني مو كل فاسدين اكو دا يصرحون او دا يشخصون ودا يدققون انه توجد فساد وهكذا، وعلى رايكم مستمره العمليه من حكومه لحكومه ومستمرين وبعد يصيرون اتعس.
وصلنا إلى هذه حكومة الكاظمي أنه الخزانة العراقية فارغة، رواتب للموظفين ما يقدرون يعطون، هاي النتيجة. ومن البداية نعم هم ينادون أنه يوجد فساد وفساد مخطط، هذا حتى يقولون أنه إحنا يعني غير مسؤولين وما سكتنا وما نبهنا. لا إحنا والله سوينا اللي علينا. ما هو نفس الكاظمي، يعني شنو الفرق حكومته عن اللي سبقوه؟ لا هو وينه من يعني يلتقون بي يسألوه كيف مررت هذول الوزراء الفاسدين؟ شيرو انه الاحزاب هم رشحوا، لا انت وينك؟ انت شنو دورك؟ بس تعرف تاخذ 60 مليون من غير ارباح العراق كلها؟ رئيس الجمهوريه راتبه 90 مليون والوزير 35 والنائب 25 ورفحوا السياسيين طالعين مظاهره ما يقدرون يقطعون رواتبهم. المالك مجتمع حسب راي الاخت ام عبد الله اللي شاركت قبل. نعم. فاحنا ما عندنا غير بس الثوره يا اخ اسد. نعم. بس الثوره العراقيه لازم يتمسكون بها، ودا يحاولون هسه يضغطون ويردون يغيبوها مره ثانيه ويردون يخفوها. لا، الله سبحانه وتعالى لا يغير ما في قوم حتى يغير ما في انفسهم. نعم نعم نعم. هاليوم احد اساتذه الجامعات طلعوا كربلاء معتصمين ويا المتظاهرين اللي بساحه الاعتصامات وياهم يأيدوهم. من طلعت المظاهرات في البدايه لا ما أيدوها، هسه غيروا مواقفهم، وان شاء الله بعد اللي يريد بعدهم باقي الشرائح وباقي الفئات. ما في الشعب العراقي لازم يتكاتف بهذه المرحله، مو يشتت. نعم. ما عندنا غير الله سبحانه وتعالى والثوره، ننقلب عليهم كلهم. هذه الحكومه والحكومات اللي اجتي ما قدمت اي شيء للعراق، فقط اثبتت نظريه النظام السابق، نظريه صدام حسين، بانهم مجموعه لصوص وقتله، وكان يستحقون انه يعاديهم ويطردهم من البلد. اثبتوا غير شيء؟ قدموا شيء للعراق؟ قتل وقمع وجوع والشعب مهجر بداخل بلده. الله اكبر، الله اكبر، ينتقم منهم. لا يصح الا الصحيح، نقلعهم كلهم ان شاء الله ويرجع العراق لاهله. نعم نعم. شكرا شكرا لك. شكرا لك. باهله. نعم. مع السلامة. شكرا الله. شكرا لك يا ام، مع الف سلامة يا رب. ابو باقر من الديوانية حياك الله. ابو باقر من الديوانية حياك الله. ابو باقر تسمعني؟ اسمعك حبيبي. اذا امكن اخوي العزيز نص التلفزيون واسمعني من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أنا أحب أسلم على قناتكم وعلى كادرها. حياك الله، تشرفنا بكل وقت وكل كل يوم. وهذا الوضع بالعراق ما يتعدل من 2003 لحد الآن. نعم. لأن أكثر السياسيين هم سياسيين على غلط. نعم. يعني هاي الناس حجرت ونزحت، صار من 2014 لحد الان رجعوهم لمكاناتهم. نعم. رجعوهم لمكاناتهم، ما رجعوهم. هاي الناس كثرت المظاهرات، سووا بها لجان تحقيقيه وطلعوا قاتلينها. نعم. اخي هذا الوضع ما يتعدل، مثل ما في كيد في العراق، نهبته وسلبته خلف لا الا الشعب يرجعهم ويطلع يرجع وياخذ حقه من عندهم. نعم. الو تسمعني؟ نعم اسمعك. فهذا وخلي الشيوخ العشائر شويه يقومون والمتظاهرين يقوم ساحات التظاهر ويقول كلمتهم. نعم. خلي الشيوخ العشائر شيوخ الدين خلي شويه يقومون يشوفون الوضعيه، الناس تعبت، لا ما لا كهرباء لا خدمات. ليش يا اخي ليش كل ما رئيس وزراء يبقى شهر او شهرين
لو ست شهور هم لو رجل يقول كلمته أنا رئيس وزراء وبيته وبدون ويعدل الوضعية كافي؟ نعم تسمعنا أخي عزيز تسمعني؟ أي نعم أسمعك أسمعك أبو باقر. والله أنا أحب أسلم عليكم على كادركم على قناتكم الشريفة. حياك حياك الله يعني تشرفنا تشرفنا أنت وكل الشعب العراقي من زاخو للفاو. والله قناة شريفة لأنه أنا من زمان أتابعها وما أتلت أبد إلا كلمة الحق بها. الحمد لله أشكر وسام شرف نعتز به. والله هلا بيك مشكور مشكور أخي العزيز. المشكلة يعني لما نفكر بالفساد يعني هي مو بس المنافذ الحدودية. شفتوا لكم في يوم صلحوا جسر؟ هذا جسر محمد القاسم كل الناس تقول راح يوقع وسمعنا أنه أكو شركة كورية بس صار شي بيه؟ لا. الأدوية الفاسدة اللي دتفوت للعراق عن طريق إيران والمواد الغذائية الفاسدة والمواد المسرطنة والمخدرات وغيرها 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 وبلاوي. فديوم تسمعنا أكو واحد تحاسب، فديوم سمعنا أنه أكو واحد قال أنه اللزم مسؤول مسؤول عن صفقة الدواء الفاسد، بس بالمقابل سمعنا ملايين اشتروا بها استكانات للبرلمان وسمعنا ملايين تكرمون استلموا بها أو اشتروا بها وزارة الصحة بزمن عديل حمود نعل طبية للوزارة، بس ما سمعنا بالأدوية اللي انصرفت عليها ملايين أخرى، وما شفنا يعني بالشارع وما شفنا بالمحافظات المليارات اللي انصرفت على القطاع الكهربائي انصرفت بمكانها لو لا، وما شاف المواطن العراقي المليارات اللي انصرفت بهالسنين هاي كلها ومثلا قطاع المياه ما تصلح، بالعكس مي مالح ومج وخابط ويشتعل وبحشرات وبأمراض وبأوبئة والملح دا يصعد ومنسوب المياه دا ينخفض وتمطر الدنيا تفيض الدنيا. هم يطلع لنا واحد مثل عبعوب ويقول أكو صخرة كانت بالمجاري سادة المجاري ويضحك العالم علينا؟ الشعب هسه من دا يحكي ومن دا يطلب. أوكي إحنا عدنا معتقلين وعدنا مغيبين وعدنا فساد وعدنا رشاوة وعدنا أتاوة وعدنا ميليشيات تأخذ فلوس من الناس وتأخذ أشياء بالباطل وعدنا مدن مدمرة وعدنا نازحين وعدنا مهجرين وعدنا ناس فقدت حقوقها، وهاي كلها سببها الأول والأساسي والرئيس هو السياسي. هالمجموعة هذول اللي قاعدين بالبرلمان اللي من عندهم يطلعون حكومة واللي من عندهم يطلعون وزراء واللي من عندهم يطلعون رئيس جمهورية، وما نشوف البرلمان نشط وما نشوف الحكومة وما نشوف القطاعات الأمنية تحترم البرلمان إلا بالانتخابات. بالانتخابات ولما يجي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولا حيدر العبادي ولا مصطفى الكاظمي ويصعد ويقولون هذا الوزير ما نريده ما يردوا ليش اكو غيره ما اتفق عليه، بس لما نريد شغله يطلعون بها قرار رسمي هذا ما له حق. لما البرلمان طلع ويقول اقتصاص رواتب المتقاعدين امر غير قانوني طلع لنا واحد ثاني يقول ما من حق البرلمان يشتغل وما من حق البرلمان يرشح هذا الشيء. اليوم يعني ما أعرف السبب عندي رسائل قليلة جدا في الواتساب. أول رسالة: السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. الإدارتين في العراق المدنية والأمنية في خدمة دول الجوار والاحتلال الأمريكي الإيراني الصهيوني وأعوانهم، هذا ومن خلال متابعتنا للوضع في العراق بعيدة الإدارتين كل البعد عن خدمة العراق وشعبه، علما أنه المسؤولية تقع على عاتق الجامعة العربية لأن العراق عضو فعال في الجامعة العربية. وقبل هذا شهادة سيدنا عمر قال العراق جمجمة العرب تتحمل المسؤولية الجامعة العربية، والله يمهل ولا يهمل. السلام عليكم، أنا منتظر من الموصل بس أريد نعرف أخبار العفو العام لي وين يريدون يصلون بهالتصرفات يوصلون بالتصرفات والسجون
قنبلة موقوتة. أرجو المسارعة بإطلاق العفو العام، السجون كلها بريئة وأكثرهم من أهل الموصل. رسالة أخرى: نطالب بالعفو العام والسلام عليكم. أنا من صلاح الدين، عندي أخي محكوم ظلم بظلم، ليش والله؟ الله أكبر يا مسؤولين، وين ترحون من الله؟ ومع ذلك ندز له فلوسي بوقوهن، الله يقبلها. شريط الباراسيتول ب8000، كيلو الشكر ب10000، ارحموا السجناء. رسالة أخرى: السلام عليكم أخي مقدم البرنامج، أنا أم محمد، أخي من المغيبين، لا نعرف أين مسجون، وأكو صورة بلا برنامج يطلع بيها، ممكن نعرف هاي وين الصورة؟ لأن ما خلينا مكان ما دورنا بي وماكو. أختي العزيزة، إذا هاي الصورة يا أم محمد أنت شايفتها، فأكو كثير صور موجودة في قناة الرافدين، طقي لها صورة وأرسليها وإن شاء الله نجابوش. أستاذ أفل، وزارة الهجرة والمهاجرين استحدثت بعد عام 2003 من أجل تشريد السنة، ما هي الخدمات التي قدمتها أو قدمت إلى المهاجرين؟ هي عبارة عن مصيدة لسلبي الشباب والرجال السنة. وأخرى آخر رسالة وصلتني بس مكتوب لي: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم اليوم انتهى، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر، في أمان الله.